المهم يعني، فناس مطروح وناس سلوم، ناس طيبين وناس رجال ثقة وشرف ودين، واحنا بنحبكم، واحنا بنحبكم. تشكر جدا، تشكر جدا. ربنا يكرمكم، واحنا لسه كل ده عبارة عن خطوات على طريق التنمية يعني. نعم. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. اتفضل. سيوة. يعني انتوا في سيوة مبسوطين دلوقتي؟ طب انا هقول لك على حاجه، منك انت بتقول لي احنا من اهالي يعني من سيوة، يعني احنا بقى كل الحاجات اللي انا شفتها، الارض اللي يعني اللي ماتت والشجر والنخل اللي راح، انا قلت من 5 سنين هزوركم وما جيتش لسه. لكم عايزينك. ما لا، خليني بس ايه اطلب منكم حاجه بقى. اتفضل يا فندم. احنا عملنا اللي انتوا طلبتوه، صح كده؟ اتفضل يا فندم. طيب احنا النهارده هديكوا 6 شهور ان شاء الله. ان شاء الله 6 شهور تكونوا كل الحاجات اللي هي الاراضي اللي اتاذت وملحت والنخل اللي مات، نشيل ده كله ونشوف حاجه جديده ان شاء الله يا فندم. مش الحاج بلال من سيوة؟ هو من سيوة. معاه فلوس كتير؟ معاه فلوس كتير، مش كده؟ أيوة. طيب يعني مش كده بقى؟ سيادة الريس، سيادة الريس. أيوة. فلوس كتير اللي ما فيش بالنسبة لنا عند حاج بلال. أيوة. لكن احنا قلبنا معاك زي ما قلت لك، احنا بالنسبة انت نقصت مصر. نقصت مصر. انت نقصت مصر. ربنا اللي انقذ مصر. والله انا الكلام ده بنقوله لك من جوايا، انا عندي 60 سنة وشهر. 60 سنة وشهر.
انا بنقول لك انت انقذت مصر كلها. طب ما احنا نقول ربنا انقذ مصر والحمد لله. والحمد لله كده يعني. واحد بره.